لعبنا ايطاليا وكسبنا ايطاليا في ايطاليا خدنا 2 جنيه. احنا اتمتعنا قوي. يعني الفلوس مش كل حاجه. الفلوس حاجه طبعا لما مش كل حاجه. احنا انا رحت للراجل بتاع الصراف اللي كان بيدينا فلوس يعني. قلت له انا عايز اعرف انا 20 سنه العب على النادي الاهلي من اشبال منتخب مصر. ابتديت في النادي الاهلي وبطلت في النادي الاهلي. والله ابدا كدابة، انت مخلفة منه ولد، ولد يا هانم مش بنت. الولد ده لو ابني ولا ابن حسين، ده احمد فرحات اللي بيمثل معانا. اسمع الزمالك والاهلي ده لما الواحد يلعب لعبة كويسة بيفتكروها له 100 سنة.